بد أن نعلم أن الضرب عقوبة شرعية لا يملك إنسان أن ينكره، لأن الذي شرعه هو الذي خلق هذا الإنسان. ولأنك يا عبد الله إذا اشتريت جهاز أو سيارة تعطى دليل كتالوج يبين لك طريقة الاستخدام، فالذي خلق الإنسان هو الذي أنزل هذا الكتاب ليبين للإنسان الخطى والطريق الذي ينبغي أن يسلكه. ولن نستحي أمام أمم الأرض في أيام جهلها أن نقر أن هذا من شريعتنا، وأن نذكر الغافلين الجهلة من أبناء أمة الذين ساروا في ركاب القوم أن القوم اليوم يعترفون بهذا الإعجاز في هذه الآية، بالإعجاز في هذه الآية. فإن من النساء أصناف ثلاث لا يمكن أن تستقيم الحياة معها إلا بالضرب، واضربوهن. في هذه الآية إعجاز أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه. المرأة الأولى فتاة ربيت على هذا، يطلب منها أن تذهب للمدرسة فتمتنع يضربوها، كلي لا أريد يضربوها، هكذا اعتادت على الضرب، تربت على هذا. فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك، ولن يستقيم معها إلا إذا كان ضرابا للنساء. والمرأة الثانية امرأة متعالية مترفعة على زوجها لا تحسب له حساب، هذه أيضا لا تستقيم إلا بالعصا. والمرأة الثالثة امرأة فيها انحراف لا تقتنع بقوة رجلها إلا إذا قهرها، وإلا إذا ضربها، وإلا إذا انتصر عليها عضليا وهزمها بصوته.